نعم، المؤتمر الشعبي يتهم الحكومة بعدم الجدية في تحقيق السلام. اتهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي دكتور علي الحاج يوم الاثنين الحكومة الانتقالية بعدم الجدية في تحقيق السلام الشامل في البلاد، وقال إن هناك صراعا على مقاعد السلطة، إن الحكومة غير جادة في عملية السلام خوفا من فقدان مقاعد السلطة لصالح الشركاء الجدد. وفي 21 أكتوبر الماضي وقعت الحكومة الانتقالية السودانية وفصائل الجبهة الثورية في جوبا إعلانا سياسيا ووثيقة لوقف إطلاق النار. ودعا علي الحاج خلال مؤتمر صحفي الأحزاب السياسية وحركات المعارضة المسلحة، دعاها إلى عقد لقاء جامع بالسودان لمناقشة تحديات الفترة الانتقالية، وقال إن المخرج لأزمات السودان قيام الانتخابات الحرة والنزيهة. وأيضا إحلال السلام من أبرز الملفات على طاولة الحكومة منذ أن بدأت في السودان في اليوم 21 أغسطس فترة انتقالية تستمر لتسعة وثلاثين شهرا تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. من ناحية أخرى، دعا أمين عام المؤتمر الشعبي إلى تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن هذا موقف قديم للحزب من منذ أن كان يترأسه الأمين العام السابق حسن الترابي. أستاذ الشيخ، يعني الخبر يحمل مضامين مختلفة، لكن نبدأ بما قاله تأخر مخاض العملية الانتقالية الآن في تحقيق عملية السلام خوفا من فقدان هذه المقاعد، نركز على هذه الجزئية. هل بالفعل الحكومة الانتقالية هي غير جادة في إحلال عملية السلام خوفا من أن تفقد مقاعدها في السلطة؟ ونتمنى أن يكون حديث الدكتور هو حديث استعجال أكثر من أنه معلومات مؤكدة بأنه الناس يعني الناس الحكومة ما دايرين السلام، لأنه أصلا ما كان ما 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 ما, ما أزم واقعنا الاقتصادي وما جعل الناس يخرجوا ضد الحكومة السابقة، وكله أيضا هو التباطؤ في تحقيق السلام، وأنه هو أيضا الحروب اللي كانت في الأطراف تسببت في الضائقة الاقتصادية. ويبقى أنه حتى وحسب الوثيقة الدستورية أنه السلام أولى أولويات هذه الحكومة. نتمنى أنه هو يكون بس استعجال للمسألة، وأنه لا تكون هناك مماطلة، لأنه لا يوجد أي طريق آخر غير طريق المضي في السلام بكل معطياته. وما يحير أنه ممكن أن نتهم مثلا الحكومة السابقة في أنها كانت تتباطأ في السلام، لكن الحكومة الآن الحاكمة هي شريكة للحركات في الثورة السودانية، إن لم تكن يعني الحركات مساهمتها كانت أكبر من 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 الناس الحاكمين. فنتمنى أن يكون هو فقط استعجال ويعني شفقة أو خوف على أنه الموضوع ما يأخذ حقه. وأنا بفتكر أنه برضو السيد رئيس الوزراء في لقائه مع الاتحاد الأوروبي يتطرق لحاجة زي دي، لمثل هذا الأمر، والأوروبيين والغربيين بيفتكروا أنه بداية الإصلاح السياسي في السودان بتبدأ بقفل ملف السلام. يعني نعم، يعني فيما مضى الشعبي دعا كل الأحزاب والحركات وكل الجهات المعنية أنه تستعيد مبكرا للانتخابات المقبلة. من خلال متن هذا الخبر قال أنه المخرج لكل أزمات السودان هي الانتخابات الحرة والنزيهة التي تلي الفترة الانتقالية. الطريق هل هو ممهد الآن نحو هذه الانتخابات باعتبار أنه الأولوية الآن في الفترة الانتقالية في 39 شهرا هو ملف السلام؟ لم يكتمل حتى هذا الملف حتى الآن، تم التوقيع في جوبا على الإعلان والوثيقة، لكن هذا الملف لم يمضي حتى الآن بالصورة المطلوبة. هناك ملفات أخرى، هناك تمهيد، هناك يعني الكثير ينتظر عمل الحكومة. كيف سينظر المواطن إلى الانتخابات المقبلة التي تترقبها الأحزاب يعني بكثرة؟ العقبة الوحيدة التي يمكن أن تقف بيننا وبين الانتخابات هي فقط السلام، لأنه المواطن ممكن خلال شهر يحدد خياراته، يتفاعل مع البرامج المختلفة، يحدد أنه ممكن يصوت لأي شخص، السجل الانتخابي، الإعداد له، ده كله أظنه ما بتكون في مشكلة. لكن السلام، لأنه عدم توقيع السلام أو عدم تحقيق السلام يعني أنه في أجزاء كبيرة جدا من الوطن ما حتشارك في الانتخابات. فالعقبة الوحيدة التي يجب أن يتم النظر إليها بعين العقل يعني بعين الناي هي توقيع اتفاق سلام ينهي الحرب في كل السودان
وبعد ذلك لا أظن أن هناك ما يقف بيننا وبين الانتخابات. طيب من نقطة الحسام التي ارتكز فيها على الوثيقة السياسية التي تمت في جوبا ما بين الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية من أجل توحيد عملية السلام على أن تستمر في نوفمبر نشهد الجلسات الختامية لإحلال عملية السلام في كل المناطق، هنالك حديث عن مؤتمر جامع كما تحدث دكتور أيليم أي يكون فيه كل المنظومات السياسية الأخرى من أجل التوصل لرؤية موحدة لعملية السلام، خاصة مع رفض بعض الحركات لعدم الانضمام لطاولة الحوار، أبرز حركة عبد الواحد حركة تحرير السودان الذي يقيم الآن في فرنسا. كيف تقيم تجربة أن يكون هنالك مؤتمر جامع لكل أهل السودان من أجل إحلال عملية السلام ككل يعني؟ وما بعد إحلال السلام، توقع السلام مع الناس اللي كانوا شايلين البندقية والحديث عن استيعاب الجنود وحديث عن المسائل الهيكلية، المؤتمر الدستوري الجامع هو ضرورة جدا قصوى أن السودانيين يجب أن يحددوا فيه كيف سيحكم السودان، يعني يتفقوا فيه على الثوابت الأساسية، كيف سيكون النظام الاقتصادي وكيف سيكون النظام السياسي وكيف سيكون النظام البرلماني، وهل سيحكم برئيس جمهورية، يعني السلطات ستكون عند رئيس الجمهورية أم عند رئيس الوزراء أو كذا أو كذا. حتى أنا أتذكر مرة الأخ حمدوك تطرق لمثل هذه المسألة وقال أنا إذا خيرت سأختار النظام الرئاسي، لأنه الديمقراطيات التي ظلت واقفة في أفريقيا هي الديمقراطيات الرئاسية، إنما الديمقراطيات البرلمانية في بريطانيا وفي غيرها من الدول العريقة لأنه فيها لت وعجن كثير وفيها ديمقراطية أكثر من لازم كده، نحن في دولنا دي ممكن تشل عمل الحكومة. فالمؤتمر الدستوري ده هو ضروري جدا جدا، وانا اتوقع انه عبد الواحد حتى ان لم ينضم للسلام وممكن ينضم للمؤتمر الدستوري المنه الناس بيدخلوا الانتخابات. يعني نقطة عبد الواحد لم ينضم للسلام، دائما ما كان الامام الصادق المهدي في محاور شتى في موضوعات يدعو الى طاولة مستديرة تضم كل اهل السودان. الان يعني الدكتور علي الحاج يتحدث عن مؤتمر جامع، عملية السلام ومشهد السلام لم يمثل فيها عبد الواحد محمد نور، ماذا سيكون موقفه في المشهد السوداني؟ عبد الواحد حسب خطاب حركته بتقول ان هي ليس هناك يعني ليس هناك طرف اولى منهم حتى يفاوضون على سنه يدخل السودان ويجوا. مفتكر عن انه الثوره السودانيه اللي تحققت الان هو شيء صانع او فاعل اساسي فيها، وانا اشهد على الان هو خارج المفاوضات وانا اشهد على انه الثوره السودانيه اللي هو فاعل اساسي كان فيها، سواء كان الثوره التي توجد باسقاط الحكومه السابقه او حتى الثورات التي سبقتها. افتكر انه هو يمكن ان يشارك في مؤتمر يحدد كيف سيحكم السودان، لكن كطرف يجب ان يملي شروطه ومحاصصه. هو بيفتكر انه اتفاق السلام بطريقته الانيه هي محاصصات يعني. طيب استاذ الشيخ، لاتمام عمليه الخبر في جزئيته الاخيره في عجاله، دكتور علي الحاج اشار الى تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمه الجنائيه الدوليه وسط شد وجذب ما بين الجهات السودانيه على ان لا يتم تسليم البشير في هذه الفتره، وانه الامر مسنود لحكومه منتخبه اخرى. عموما هذا التصريح من علي الحاج ماذا يمثل؟ هل هو مجرد راي فقط ولا ياتي لديه ترتيبات اخرى ما بعده؟ هو يعني الان بدات القوى السياسيه تتحدث عن 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 راي عن اراء مختلفه، ناس يطالبوا بتسليم الرئيس السابق وناس يطالبوا بعدم تسليمه. مقبول من 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 حزب معارض مثل الشعبي ان يقول مثل قولي، لكن غير مقبول من حزب حاكم، لانه اصلا المحكمه الجنائيه قانونا بينص على انها هي بتحاكم اذا عجزت القوانين المحلية والمحاكم المحلية عن أداء. ونحن الآن بدأنا في تسوير وفي تنقية جهازنا القضائي والعدلي وكذا وكذا، فيبقى الحديث عن محاكمة خارجية يعني الطعن في مؤسستك القانونية يعني. نعم. حتى إذا كان هذا يتعرض مع المواثيق الدولية، هي المواثيق الدولية أيضا المحكمة الجنائية الدولية بتقول أنه المحاكمة حقتها هي مكملة للمحاكمات بتاعت المحاكم. إذا عجزت المحاكم لأسباب لوجستية لأسباب سياسية، مرات ممكن سياسيا أنت ما تقدر، القضاء ممكن يحاكم زيد من الناس أو عيد من الناس، لكن إذا كانت الظروف مواتية بكامل لأنك تحاكم الشخص داخليا، لا يعني لجوءك للمحكمة الجنائية يعني قصورك بصورة ما في
قانونيا يعني. نعم. رئيس تحرير الشروانات استاذ الشيخ يوسف، شكرا لك. شكرا لكم، كتر خيرك.